هذا هو مصب المياه الراكدة بمنطقة واد البير ببلدية بريان، أصبح اليوم يشكل خطرا بيئيا وصحيا على الفلاحين، وأصبحوا يطالبون بتدخل السلطات من أجل سلامة صحتهم ومحاصيلهم الفلاحية. حوالي 70 فلاح راهم يستثمروا هنا يسمى يخدموا. درك عندنا تحديات يسمى رانا نواجهوها في هذه المنطقة. قناة الصرف الصحي للماء هذاك الراكد راه يدير لنا مشكل في المحاصيل الزراعيه، راهي الحشرات هذيك الناموس الى غير ذلك ما تخليكش تستثمر من اقرب وقت يديروا لنا الدواء، باسكو راه المحاصيل ما يصلح والو. محاصيل تجي التمر هاك الله يبارك نغطوها وتخسر. شمانيوز اللي تشكل خطر كبير على المواطنين والفلاحين خاصة المتواجدين في المنطقة. نتمنى السلطات يديروا لنا مجرى المياه هذه. لجنة الصحة ببلدية بريان أكدت على وجود عملية لمعالجة وإبادة الحشرات الضارة بالمواد الكيميائية في القريب العاجل، والعمل على حماية الفلاحين والبيئة في المنطقة. والبلدية على حين بهذه المياه لإبادة الحشرات، يعني نحن في انتظار وصول شاحنة من طرف لاشبور بالنسبة للمادة المواد الكيميائية إن شاء الله يعني موجودة والعمال مجهزين، وأول عملية راح تكون وهي التغطية بمادة الجير. وتبقى مطبات مياه الصرف الصحي تشكل خطرا على الفلاح والبيئة في انتظار تكثيف الجهود من قبل السلطات من أجل حماية هذه المحاصيل الفلاحية.